بمتابعة ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، توج الفريق الملكي للقدرة رسميا بطلا لبطولة العالم للناشئين والشباب على مستوى الفرق في حفل ختام البطولة الذي أقيم في كاستل سقراط في فرنسا. وأقام الاتحاد الدولي للفروسية واللجنة المنظمة للبطولة حفل تكريم وتتويج الفريق الملكي للقدرة بحصوله على المركز الأول على مستوى الفرق في البطولة، حيث تكون الفريق من الفرسان عيسى حميد العنزي وعبد الله حسن الرويعي من فريق فيكتوريوس وسلطان عبد العزيز الرميحي وجابر بدر جعفر من فريق الزعيم والفارس حمد علي حسن من فريق النصر، وجاء في المركز الثاني على مستوى الفرق فرنسا والثالث إيطاليا. كما تم تتويج الفارس عيسى حميد العنزي من فريق فيكتوريوس بالمركز الثالث على مستوى الفردي بعد أن تمكن من إنهاء السباق في المركز الثالث وحاز على الميدالية البرونزية، وجرى تتويج فرسان الإمارات بالمركزين الأول والثاني على مستوى الفردي. وأضاف الفريق الملكي للقدرة إنجازا جديدا بحصول الفريق على جائزة أفضل حالة جواد عبر فوز الجواد أرمين دارتيغنان بالمركز الأول لأفضل جواد ينهي السباق بحالة صحية جيدة، وكان الفارس عيسى العنزي قد شارك بالجواد أرمين وتوج بالمركز الثالث.